فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم الصيد في الحرم؟ وهل يجوز ترك الصبيان يلاحقون حمام الحرم؟ ما يجوز، يمسكهم وليهم، يمسكهم وليهم، هذا عدوان على صيد الحرم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم الحرم أن ينفر صيده، ينفر مجرد تنفير، فكيف بالذي يقتله ويصيده؟ حرام هذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.